السلام عليكم صحباتي الزوينات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى يلقاكم هذا الفيديو وتكونوا في احسن حال. ولا كنتوا لاول مره كتزوروا القناه، ما تنسوش تشتركوا وضغطوا على زر الجرس باش دائما تبقاو توصلوا بالجديد. ما تنسوش البنات الاشتراك في القناه، كنتمنى انكم ما تنسوش باش تزيدوا تحفزوني باش نبقى دائما نشارك معكم الجديد. وما تنسونيش من اللايكات ديالكم وتعليقاتكم الرائعه اللي كنتظرها دائما. شكرا لكم على التفاعل ديالكم كبير مع الفيديو اللي قبل من هذا، يعني صراحة كلمة شكر قليلة في حقكم. ثم دائما كتحفزوني كتشجعوني نبقى دائما نشارك معكم الجديد بجودة اللي تكون زوينة. وكذلك كيف قلت لكم، الا بغيتوا نبقى دائما نحط لكم الاثمنه، بقوا دائما تشجعوني وتبارطاجيو القناه مع اصدقائكم مع عائلاتكم، وكذلك في مواقع التواصل الاجتماعي تبقوا دائما البنات تبارطاجيو معايا، ما غتخسروا والو، بالعكس غادي تزيدوا تحفزوني تبقوا دائما تلقاو في كل فيديو ثمان وجميع المعلومات على التوب. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الاثواب الاشكال مختلفه ومتنوعه لانهم اكثر طلب. غادي نبداو ان شاء الله باول موديل هو هذا التوب، هذا باك توب ديال الكريب، كيتلبس في الصيف وكذلك في الشتاء. القياس اللي فيه 2.30 متر على 1.60 متر، زائد البوشيطة والفولار التركي من نوع الممتاز، ماركة مزيانة، وكيبقاو الثمن ديالهم ب250 درهم. كنتمنى نكون وصلت لكم جميع المعلومات على التوب، على شحال فيه من مترو، يعني اي حاجه البنات غادي تلقاوها ان شاء الله في الفيديو. ما غاديش تحتاجوا تبقاو حتى تدخلوا عندي عاد تسولون على الثمن، عاد تسولون على الاسم ديال التوب، يعني جميع المعلومات. وبهذا الشيء البنات باش تجازوني يعني بهذا المقابل انكم تبارطاجيو القناه مع عائلاتكم اصدقائكم في مواقع التواصل الاجتماعي، باش بحال هكا القناه ديالنا تزيد تكبر اكثر واكثر وتزيدوا تحفزوني دائما نشارك معكم الجديد. غادي ندوزو الموديل الثاني، هذه المليفة جيم عمودي، طبعة جديدة كيف كتلاحظوا البنات ومميزة، وفيها 21 لون، والقياس اللي فيها 2.40 متر على 1.60 متر، زائد البوشيطة والفولار التركي اللي اكثر من رائع، اللي كيجيو متناسقين مع الاثواب كيف كتلاحظوا، وكيبقاو الثمن ديالهم 250 درهم. يعني في كل موديل غادي نشرح لكم عليه جميع المعلومات، تاخذوا فكره على نوع التوب، على القياس اللي كيكون فيه، على اشنو الاكسسوار او الباك اللي كيكون معاهم. يعني كيف كتلاحظوا البنات كتكون شي حاجه زوينه زعما صارحه وعجبتكم بزاف هذا الشكل ديال الفولار مع البوشيطه اللي كيكونوا من نفس الزواقه، وكيكونوا واحد الالوان اللي رائعين بزاف، كيكونوا مواتيين مع التوب. وراها البنات كيف ما كتشوفوا دابا مباشره بحال هكا، بحال ما كيوصلكم تماما، يعني ما كاينش اختلاف بالمره كيف ما كتشوفوهم مباشره كيف ما كيوصلوكم. حاولت نشارك معكم جميع الالوان كيف قلت لكم، راه فيهم 21 لون، يعني نشارك معكم جميع الالوان تاخذوا فكره، وكذلك كل سيده والرغبه ديال اللون اللي بغات. يعني ما كنبغيش نشارك معكم واحد الالوان محدده، كنبغي نشارك معكم كل شيء تاخذوا فكره، لان الاذواق كتختلف. ولا عجبكم اي موديل من هاد الموديلات، ما عليكم الا تسكرانيو الموديل اللي عجبكم وتصيفطوه ليا في الواتساب هاد الرقم 0707 39 61 01، هذا هو الرقم ديال الواتساب. زيدوا البنات حفزوني بالبارطاج مع الاصدقاء والحباب، وكذلك بتبارطاجيو الفيديوهات يعني في مواقع التواصل الاجتماعي بحال الفيسبوك بحال الانستغرام، مهم اي حاجه تزيدوا البنات تبارطاجيو معايا القناه باش دائما نبقى نشارك معكم الجديد بالاثمنه بجميع المعلومات. غادي ندوزو لهاد التوب، هذا التوب من نوع الجيم مطروز بالكمبيوتر كيف كتلاحظوا، للناس الدواقه والكاليتي مزيانه، ما يشرب ما يحبب. قياس لي فيه 2.30 متر على 1.5 متر، زائد الساعه زائد عطر وزائد الشوكه، وكيبقى الثمن ديال هاد الباك كامل 250 درهم. بالخصوص في هذا العطر هذا اللي مشهور اللي زوينه البنات، الريحه ديالو اكثر من رائع، لو تجربوا البنات غير الريحه. بالمناسبه البنات كاين هذا العطر هذا يعني كيتباع بوحديته ب50 درهم، راه الريحه البنات رائعه زعما صراحه كلمه رائعه قليله في هذاك العطر. غادي ندوزوا لهذا الموديل، هذا كريب سامبل توب جميل كيف كتلاحظوا، وجوده عاليه، يعني حاجه مزيانه البنات. لما كانتش الحاجه زوينه ولا ما كانتش الكاليتي زوين كنوا على اكيد ما نشاركوش معكم، مع الوان اللي اكثر من رائعه. والقياس اللي في هذا التوب هذا 2.30 متر على 1.50 متر، زائد شال تركي
مع البسطام غزال زائد الشوكة، وكيبقاو الثمن ديالهم كاملين 240 درهم. الثمن ديال هاد الباك كامل البنات 240 درهم. هاد الأثمنة اللي كنعطيكم ديال الباك كامل يعني كيكون فحال هكا بالفولار كامل مكمول، غير كل باك واشنو كيكون فيه. كيف كتلاحظوا هاد الباك هذا دايرين معاه البسطام والفولار، كاين باك اخر كيكون ديك البوشيطه والفولار، مهم كاينين انواع مختلفه ومبدله. كيف قلت لكم كنبغي نشارك معكم كل شيء. بالنسبه للتوصيل الناس اللي داخل الدار البيضاء انصفت لكم مع الليفرور، دابا حاليا حابسه ان الناس يجيو عندي خدامه غير بالليفرور، يعني بالنسبه للناس اللي داخل كازا. بالنسبه للمتتبعات اللي خارج كازا كنصيفط لكم عبر الامانه، وكذلك المتتبعات اللي خارج المغرب يعني اللي في الدول فكنرسل لكم حتى نتوما عبر الامانه، غير على حسب الامانه كيكون دابا حاليا غير السريع. والأثمنة بالنسبة للمتتبعات اللي ساكنين داخل الدار البيضاء يعني كيبقى الثمن ديالهم ب20 درهم. وغادي ندوزو بعد لهاد المهتوب هذا، هذا كريب ري كيف كتلاحظوا جودة عالية البنات، الشكل ديالو أكثر من رائع، طايح وحرير معه الشبكة بالدونتيل وزائد البراسلي. كيف كتلاحظوا القياس اللي فيه جوج متر وربعين على متر وخمسين، والثمن ديال هاد الباك كامل 250 درهم. الثمن ديال هاد الباك كامل البنات 250 درهم. كيف قلت لكم بالنسبة للثمن ديال الفرور اللي داخل كاسا كتكون 20 درهم، 25 درهم إلا كانت بعيدة شوية بحال الرحمة بحال المحمدية كتكون ب30 درهم. وبالنسبة للخلاص ديال الأمانة يعني المتتبعات اللي ساكنين خارج يعني الدار البيضاء بحال هكايا يعني في أي مدينة، وجدة مثلا، طنجة، رباط، أكادير، خريبكة، مهم أي مدينة، كيبقى الثمن ب50 درهم. والثمن ديال الدول هذه كتبقى كل دولة والثمن ديالها. غادي ندوزو لهاد التوب مبرا، هادي مبرا موجة كيف كتلاحظوا ذو جودة عالية البنات، والقياس اللي فيها 2.40 متر على 1.80 متر، زائد فولار تركي، زائد شوكة، وزائد البوشيطة تابعة للتوب. كيف كتلاحظوا بالنسبة لهذا الموديل هذا البوشيطة والتوب مبرا كيكونوا من نفس التوب، يعني البوشيطة كتشبه للتوب ومخدومة البنات بإتقان، شي حاجة اللي زوينة. كيبقاو الثمن ديالهم 240 درهم، ثمن جد جد مناسب، بالخصوص دابا يعني داخلين ماشي برد وماشي شتا، يعني كنحتاجو فحال هاد الأثواب ديال المبرة، وكذلك حتى الأثواب ديال الكريب اللي شاركت معاكم راه ديال الصيف وديال الشتا، يعني غلاط شوية ماشي دوك التواب يعني اللي رقاق بزاف. وغادي ندوزو لهاد الجوهرة هادي، بالنسبة لهذا توب جوهرة القياس دي فيه 2.30 متر على 1.50 متر، زائد السمطة، زائد البراستي. كيف كتلاحظو كيبقاو الثمن ديالهم 200 درهم، الثمن ديال هاد الباك هذا ديال الجوهرة كيبقى ب200 درهم بالسمطة وكذلك بالبراسلي. وحاولت نشارك معكم جميع الألوان، والله البنات الى هاد المونتاج يعني ديال اللي كنحط فيه الاثمنه وكنحط فيه جميع المعلومات الى كيكون صعيب صعيب بزاف، ما تصوروش راه من قبيله وانا شاده ورقه وستيلو، يعني حتى كنقاد الفيديو كنقاد الصور كنقاد كل شيء، عاد كنبدا نشوف بحال هكايا كل حاجه والثمن ديالها وكل حاجه يعني واش من شحال فيها من متر، اشنو اسم التوب، يعني جميع المعلومات كنبقى ندير كتاب وستيلو وكنبقى نسجل نسجل باش فحال هكايا نفيدكم، يعني نتوما كلكم بغيتو يكونوا زعما بالاثمنه. بالنسبه لهاد التوب، هذا توب مبره جوهره محفره حرير 100%، القياس اللي فيها 3 متر على 1.5 متر، زائد الكولي، زائد الحلقات، والثمن ديالهم كاملين كيبقاو ب 295 درهم. ولا بغيتو غير التوب بوحدو بدون اكسسوار كيبقى ب 240 درهم. غادي ندوزو لهاد الموديل، هذا التوب جوهره حرير كاليتي مزيانه، دو بياس بالشبكه والدونتيل، مش نفهم البنات كيف كتلاحظوا مش نفهم من جناف في اللبسه كيجي البنات غزاله، وكيلاق بحال هكا ممكن تصوبيه على شكل قفطان او جلابه كيف ما بغيتيه، يعني كيف ما حاب الخاطر. وبالنسبه للقياس اللي فيه 3 متر على 1.20 متر، والثمن ديال هاد التوب هذا البنات يعني بوحديتو ب 220 درهم،
وبالشبكه ب 270 درهم. يعني ها هو البنات كتشوفوه بوحديتو، الا بغيتوه بوحدو ب 220 درهم، بغيتوه بالشبكه ب 270 درهم. كيف كنقول لكم البنات الثمن، يعني الفيديو اللي كنحط فيه بحال هكا الاثمنه كيكون صعيب بزاف. بعض المرات خاصني نزرب باش دغيا يعني ليفوت الموديل، بعض المرات خاصني غير بشويه. مهم بالنسبة لهذا الموديل، هذه لبسة دوب ياس روعة البنات صراحة، ألوان رائعة، توب ديجيتال 3D ومعه توب ساتان دوسوا. بالنسبة للقياس اللي فيه 2.30 متر على 1.50 متر، والثمن ديالهم كيبقاو 295 درهم. الثمن ديال هذا الموديل هذا البنات كيبقى ب 295 درهم. غادي ندوزو هذه مليفة حرة لوليان، توب طيح وصيفي، النوع الممتاز، مطروزه البنات في الصدر وفي الكمام. ها هي الشكل ديال الجلابه، يعني مخيطه، وغادي تشوفوا التوب بوحدو. كنعطيكم فكره على الجلابه بعدا مخيطه، وديك الساعه تشوفوا يعني التوب وكتختاروا الحاجه حتى كتخيط عاد كتبان اكثر. فهاد الشيء علاش بغيت نشاركها معكم مخيطه. كيف قلت لكم مطروزه في الكمام وفي الصدر، منبته بالعقاق، والقياس اللي فيها 2.30 متر على 1.50 متر، زائد الفولار تركي وزائد شوكه وكل شيء. يعني هذا الباك كامل ب 295 درهم. كيف ما كتشوفوا في الصوره كيف ما كيكون في المباشر، هذا الباك البنات كامل ب 295 درهم. يلا البنات اللي مازال ما دارتش لايك ديروا لايك، واللي مازال ما كتبتش تعليق ما غتخسروا والو البنات. لكتبتوا لي شي تعليق محفز بالخصوص البنات باش غتفرحوني كثر واكثر انكم تبارطاجيو القناه في مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك في مع اصدقائكم وعائلاتكم. مهم البنات راني دايخه بالنعاس وكندير المونتاج، يعني كنبغي بصراحه كنخاف حال هكا ما يبقاش ليا الوقت باش نبقى دائما نشارك معكم الجديد. وتزيدوا حسن نتوما تشجعوني وتحفزوني صراحه، نتوما دائما واقفين معايا، شكرا لكم. يعني بالخصوص اليوم حسيت بكم بزاف، كيف قلت لكم بارطاجيو معايا وحسيت بكم في هذا الفيديو اللي داز، شكرا لكم والله العظيم البنات. دائما غادي نبقى نشكركم لان كلمه شكر صراحه قليله في حقكم. كاينين موديلات كثيره بالوان مختلفه، وها هي البنات المليفه كيف كتلاحظوا ماد ان ايطالي، يعني توضيح للطبعه باش تاخذوا فكره. غادي ندوزوا لهذا التوب، هذا التوب الكريب ما يحببش. القياس اللي فيه 2.60 متر على 1.50 متر، زائد الفولار تركي، زائد الساك، زائد البراسلي، 3 في 1 كيف كتلاحظوا. والثمن ديالهم كيبقاو 240 درهم. الثمن ديالهم البنات كيبقاو ب 240 درهم، واللي بغى بحال هكا 3 متر كيبقى الثمن ديالها ب 250 درهم، كتزاد 10 دراهم اللي بغى 3 متر. كنتمنى يكون عجبكم الفيديو ديال اليوم، وكنتمنى الا عجبكم بحال هكا شي حاجه البنات من هنا لقدام بغيتوني نشاركها معكم في الفيديوهات الجايه، كتبوها لي في التعليقات وانا ما عليا غير ننفذ الطلبات ديالكم. راني كنجاوب جميع، دابا كنجاوب زعما الواتساب جميع الميساجات وكذلك الاتصالات، الا بعض المرات الا كنت خارجه بحال هكا في الشارع ولا شي حاجه ما كنقدرش نجاوب بحال هكا على الاتصالات، ولكن ملي كنكون في الدار فكنجاوب على كل شيء. وكنتمنى نكون عند الحسن الظن ديالكم. وغادي ندوزو لاخر شكل، هذه المنيفه مطروزه بالحجر اللي غندوزو ليها دابا البنات. قياس لي فيها 2.40 متر على 1.60 متر، زائد نباله نباله البنات كيف كتلاحظوا زوينه في الشكل، زائد الخاتم. والثمن ديالهم وهذه سولد البنات تخفيض فيها 220 درهم.